مواليد الحوت بقى. ختام ومسك. اه طبعا. انزلي بالحوت بقى، انا عايزه اسمعك، وارجوك استفيدي شويه في الحوت عينيا بس كده. طيب الحوت انا شايفه ان هم السنه دي عندهم قدره على التاقلم. هم طبيعه الحوت ان هم عندهم فعلا قدره على التاقلم مع جميع الاوضاع، عندهم بيتكيفوا بسرعه، ودي ميزه هايله، ويعرفوا يهونوا من المشاكل، فهم محتاجين للصفه دي شويه اليومين دول. اليومين دول تحديدا يعني صحيح. 2016 اليومين دول اللي هو اليومين دول و2016 ودخلت 2016. ودخلت 2016 يعني الوضع بتاع اليومين دول مكمل معانا شويه. عندهم في منزل العمل ممكن يكون في احيانا استفزاز، يعني في مجال العمل استفزازات او يعني مكائد، مضايقات، حاجات كده، فمطلوب منهم ان هم يركزوا كويس قوي. اوكي تمام. يبقوا يقظين لاي حاجه. هو الحوت يمكن ليه طبيعه شويه يعني حساس شويه، يمكن حساس جدا. مش شويه بس. كمان عندهم موهبه هايله. هم مش محارب شرس، هو النعومه دي موهبته، يعني ممكن ان هو بطريقه دبلوماسيه جدا يحل المشاكل كلها. وبيعرفوا يكسبوا، وعندهم حته انسانيه جميله جدا. عايزه اقول لك طبعا اكيد انت عارف. انا بسمع منك. بس فعلا عندهم انسانيه جميله، بيعرفوا يكسبوا بيها الناس. فدي موهبتهم يعني. لكن انا اللي شايفاه انه في عندهم حاجتين معاكسين الحقيقه. زحل في منزل العمل ده عامل 90 درجه اللي كنا بنقول، يعني ده احد الابراج اللي متضرره شويه من زحل. فممكن يعمل لهم مشاكل في الشغل، بلس ان المشتري لغايه يوم 9 سبتمبر في مواجهتهم، فلو متجوزين ممكن يبقى عندهم شويه عصبيه مع شريك حياتهم، رغبة في التمرد على القوانين وعلى على أي حاجة ضغوط عليهم زوجية. فبس ياخدوا بالهم في الفترة دي إن هم لغاية 9/9 في الحياة الزوجية وفي الشغل طول السنة الحقيقة. أوكي. بس في بقى حاجة كويسة قوي أقول لهم، في شهور حلوة معينة لمواليد الحوت. أول شهرين في السنة حلوين قوي رغم كل اللي قلناه في الشغل فيه معاكسات وكده، لكن عندهم كواكب داعمة جدا في منزل الحظ قاعدة لغاية 6 مارس. شهر واحد، شهر اتنين لغاية 6 مارس. أوكي. ويرجع تاني، يبقى فيه المريخ هيرجع تاني للوضع الداعم ده من مارس لسبتمبر. هلا هيرجع فيه شهرين في النص، من أول 28 مايو لغاية 2 أغسطس. ففي فترة اللي هو شهر 6 و7 نقول، يبقى 1 و2 و6 و7 دول أحسن شهور بالنسبة للحوت. 1 و2 و6 و7 دول أفضل شهور أفضل بالنسبة شهور للحوت في 2016. طيب النصيحة إن هم بالذات أول شهرين في السنة يعملوا في سرية وكتمان برضو. وطول السنة بقى اللي احنا كل ده نصايح الحقيقة. هو كده كل الدنيا بتوضح. عرفت أنا هعمل إيه خلاص.